بسم الله. دلوقتي انا عايز اتحكم في الادوار اللي عندنا، عدد الادوار وارتفاع الهواء والحاجات دي كلها. هنا بلاقي معلومات المشروع، تمام. هنا بلاقي المعلومات عن الادوار، بدوس عليها بيبدأ يقول لي دي الادوار اللي عندك، ده الدور الاول التاني التالت، تمام. لما بدوس على اللون الاحمر دوت، ده معناه ان ده هو اللي هيبقى فعال معايا، ده اللي انا اشتغل عليه. يعني ممكن اقول له انا عايز الدور الاولاني، تمام، واقول له ايه كلوز، هلاقي ايه، هلاقي ان هو جاب لي الدور الاولاني. طيب لو انا عايز دور تاني، مثلا انا عايز الدور التاني مثلا، دوست على اللون الاحمر فهو ده اللي فعال معايا دلوقتي، تمام. طيب وهنا بقول له ده يبقى اكتف معايا ولا لا. يعني بص، لو دوست رايت كليك على اي دور من الادوار، بيقول لي اللون الاحمر ده اللي هو الكرنت، اللون اللي هو الاصفر ده اللي هو الايديت، ليك ان انت تعدل فيه ولا ماكش ان انت تعدل فيه، تمام. طيب لو انا خليت كله ما فيش ولا لون واحد فيه ولا لون فيهم احمر، اللي هيحصل مش هيديني كلوز، لان هو كده مش هيبقى عارف هو يبقى فعل انهي دور، فلازم اجي على دور فيهم واروح مفعله. دلوقتي كده هو يروح لايه، للدور التاني، ماشي. طيب انا برضه عايز اتحكم اكتر، فبلاقي عندي حاجه اسمها فلور مانجر. ايه فلور مانجر ديت؟ بتدوس عليها بيجيب لي الادوار كلها بتاعت المشروع، تمام. تبدأ بقى تشوف انت عايز تظبط انهي موديل. يعني مثلا ده هنا عندي الفاونديشن، تمام، البوتوم بتاعه سالب 4.3 والتوب بتاعه سالب 3، تمام. ممكن اجي هنا اتحكم فيه، اقول له لا خليه ده سالب 5، تمام. هو بيسألني بقى انت لما عايز تعدل التعديل دوت، عايز الدور كل الدور تنزل معايا ولا هو الدور تحت بس ينزل. يعني لو خليت ده 1.5 الارتفاع، البلان اباف الدور اللي فوقيه موف اب يتحرك لفوق ولا الارتفاع بتاعه اتغير، والدور اللي تحتيه يتحرك لاسفل ولا الارتفاع هو اللي اتغير. تبدأ بقى تشوف ايه اللي انت عايز تعمله. انا كده رفعت الدور اللي فوق، تمام. طيب تعالى نشوف البيزمنت، تمام. ده سمك البلاطه، اقول له هنا انا عندي البيزمنت دوت مثلا هخليه 3 متر. طيب انا كده زودت ايه، نص متر. النص متر ده موف لداون ولا لفوق؟ انا قلت له موف لداون، ده هنا سالب 8 وهنا سالب 3.3. شوف بقى لما تدوس اوكي اللي هيحصل، سالب 8 هي اللي ما اتحركتش وسالب 3.3 هي اتحركت نزلت تحت. ونفس الكلام ده طبعا في كل الادوار اللي عندي. الجراوند مثلا اهوت، تبدا تشوف انت عايز تعدل ايه، هل انت عايز تعدل التوب ولا البوتوم ولا عايز تعدل الارتفاع نفسه، ماشي. فدي ادوات بتساعدني ان انا اعدل في الدور زي ما انا عايز، تمام. بعد كده لما اجي ارسم احدد انا عايز ارسم في انهي دور. مثلا انا عايز الدور الاولاني، تمام، وعايز يكون اديتابل. ما دام هو الاحمر دلوقتي يبقى هو اديتابل معايا، كلوز، وابدا ارسم في الدور الاولاني اللي انا عايزه.